السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، الله يسلمك. شيخ، الحديث الوارد في العلاج بالكي في عرق النساء، صحيح؟ أيوة. العلاج بالكي في عرق النساء؟ لا، ما فيش حديث ورد في الكي في عرق النساء. الحديث الذي ورد في عرق النساء اللي أشياء عربية تذاب وتقسم ثلاثة أقسام وتشرب على الريق كل يوم جرى، لا يصح. شكرا شيخ، الله يسلمك.